نبص موضي محمد الخزين الوزاري لدى وزارة الداخلية. كنحضروا في هاد اليومين هادي الملتقى الدولي ديال الجمعية الدولية لمصالح الخزينة، واللي كيتناول في هاد الدورة هادي الحديث حول موضوع هام جدا اللي هو موضوع المحاسبة العامة، اللي هي دخلات حيز التنفيذ بداية سنة 2018 بمقتضى القانون التنظيمي للمالية في بلادنا، وهي فرصة لتشارك التجارب على المستوى الدولي، بحيث كيحضروا في هذا الاطار هذه الجمعيه الاعضاء ديال الجمعيه اللي هما كينتميوا لمختلف القارات عبر العالم. وتنظمت هذه اليومين هذه من بعد الافتتاح الرئيسي اللي تراسه السيد الخزين العام السيد نور الدين بن سوده. تنظم هذا اللقاء في هذه اليومين هذه على في اطار ورشات اللي تناولت مواضيع دقيقه. وما يخفاش عليكم على انه المحاسبه العامه هي وسيله ديال تحديث الدوله او تحديث الاداره المغربيه، لان المقصود في نهايه المطاف هو توفير معلومه دقيقه وشفافه وصادقه بخصوص ماليه الدوله وبخصوص الوضعيه ديال الممتلكات ديال الدوله وتطور الممتلكات ديال الدوله، وتوفير معلومات اللي كتمكن مختلف الاطراف من معرفه وتيره التنميه في بلد معين بشكل دقيق. هي معلومة كذلك مطلوبة على الصعيد الدولي من طرف المستثمرين، هي أداة لجلب الاستثمار، وكذلك هي معلومة مفيدة للديمقراطية في البلد، لأنه هي معلومة اللي كيستعملها أجهزة المراقبة، هي معلومة اللي كيستعملها الجهاز التمثيلي اللي هو البرلمان، وهي كذلك معلومة اللي كيستفيد منها المواطن بشكل عام لمعرفة مدى ملائمة السياسات العامة في البلد مع مصالحه. وشكرا.